ازاي اخويا يصرف كل الفلوس اللي في حساب التوفير بتاعها؟ ازاي تسمحوا له يعمل كده اصلا؟ عشان هو حضرتك استخدم كل الاجراءات الرسميه اللي بيعملها اي شخص في اي بنك في مصر. وزي ما سيادتك شايف اهو، اخوها الاستاذ بركات عبد الحميد سحب المبلغ كله من حساب التوفير بتوكيل رسمي موثق من الشهر العقاري معمول قبل شهرين. وبعد ما اتاكدنا، اتفضل حضرتك، بعد ما اتاكدنا من التوكيل صح، خلناه يكتب اقرار عن نفسه في نفس الشباك اللي سحب منه الفلوس ان صاحب التوكيل ما زال على قيد الحياه لحظه استخدام التوكيل. وده يا فندم اجراء قانوني اللي بنتخذه مع اي حد عشان يتحمل المسؤوليه القانونيه. نزال حيان ازاي؟ امال انا جاي لك ليه؟ واذن النيابه اللي قدام حضرتك دي ايه لازمته يعني؟ مش فاهم. قضيه قتل صافي سليم اللي هز البلد بقالها كام يوم دي ما عندكش اي خلفيه عنها سعادتك؟ طب لو حضرتك ما عندكش خلفيه، الموظف اللي صرف الفلوس برضه ما يعرفش حاجه؟ ايه ما بتقروش جرايد؟ لا يا فندم، الحقيقه سمعنا بس يعني جريمه فظيعه فعلا. طيب الحمد لله رب العالمين، طمنتني. اقدر افهم بقى ازاي اتصرفتوا في حساب التوفير؟ لان مفيش في ورق البنك يا فندم حاجه اسمها صافي سليم، اللي احنا عندنا امين عبد الحميد، والبنوك ما بتعترفش باسماء الشهرة. انا معاك ان البنوك ما بتعترفش باسماء الشهرة، بس اكيد اي موظف من الموظفين شاف امين عبد الحميد دي وهي بتتعامل مع اي شباك وعرف ان امين عبد الحميد هي صافي سليم. ونعرف ازاي يا فندم؟ اذا كانت عمرها ما جت عندنا اصلا. بعدين واضح من قدام سيادتك انها كانت بتتعامل مع فرع النزهه اللي هو قريب من عنوان سكنها على حسب المؤسسات البنكيه. ده اللي خلى اخوها يسرع باستخدام التوكيل ويجي عندنا هنا ويسحب المبلغ كله من حساب التوفير، لانه عارف ان لو راح فرع النزهه هيعرفوه مش هيصرف حاجه. يعني هم بتوع فرع النزهه ما سمعوش انها ماتت؟ مش المفروض ان انتوا بتبلغوا بعض؟ طبعا يا فندم، لما اي حد بيتبلغ عن وفاه عميل بنبلغ الفروع كلها عشان نعمل بلوك ده على حسابه ونوقف التعامل مع الحساب الا بعد الاجراءات اللازمه. طب وده ما حصلش ليه طيب؟ سيادتك عارف ان النهارده اول يوم عمل بعد اجازه العيد، وحضرتك كل سنه وانت طيب. واكيد اخوها كان بايت قدام باب البنك لان اول واحد دخل البنك. والزملاء في فرع النزهه حتى لو عرفوا بالموضوع ما عندهمش الوقت الكافي عشان يتخذوا الاجراءات اللازمه. هو سبق لاخوها واستخدم التوكيل ده قبل كده؟ مش المفروض انك بتقول انه معمول من شهرين؟ هو فعلا معمول من شهرين بس اول مره يستخدمه. انت متاكد ان التوكيل ده مش مزور؟ لا يا فندم مش مزور اهو. وبعدين التوقعات اهي ونختم كل حاجه سليم، وبعدين هو ماضي اقرار عن نفسه عشان يتحمل المسؤوليه القانونيه لو حصل حاجه. يا سلام، ما خلاص خد الفلوس وهرب. ما سالتش نفسك ليه سعادتك ما حولش الفلوس دي باسمه في حساب ليه خاص بيه مثلا في البنك بتاعكم او في اي بنك تاني؟ يعني راجل خد مليون وكام الف كده في شنطه وخرج عادي جدا، رايح يشتري حته ارض واخته لسه مقتوله؟ لما اكيد حضراتكم تقبضوا عليه تقدروا تعرفوا اذا كان التوكيل ده مزور ولا لا، مش حضراتكم برضو هتقبضوا عليه؟ انا اسف ده مجرد سؤال. والله القبض عليه ده شغلنا احنا. مش المفروض ان المودعين عندكم هنا في البنك ما بيحطوش ارقام كبيره في حسابات التوفير؟ يعني بيعملوا بيها شهادات وودايع. يا فندم المرحومه كان ليها عدد كبير من الشهادات وكذا وديعه بالمصري والدولار، وهي كانت حاطه المبلغ ده في حساب التوفير لانها اكيد كانت عايزاه. وانا مثبت عندي من حوالي 3 شهور انها فكت وديعه ب 3 مليون، سحبت 2 مليون وخلت الباقي في حساب التوفير. وانا عملت لحضرتك على حسب طلب النيابه كشف مفصل بحركه الحسابات المختلفه اللي ليها عندنا في البنك، وكذلك التحويلات اللي تمت من حسابها لحسابات اخرى في بنوك ثانيه، عشان حضرتك برضو تتاكد اذا كانت الحسابات دي تخصها او تخص غيرها. اتفضل حضرتك. لحظه، يعني حضرتك عايز تقول لي ان هي ليها حسابات في بنوك ثانيه؟ ها يا فندم، في بعض العملاء ما بيحبوش يحطوا البيت في سله واحده، ودي خدمه مميزه احنا ما بنقدمهاش لاي حد ومش هتلاقيها في اي بنك. والله حضرتك انا في غنى عن سماع الخدمات البنكيه بتاعتكم، مش لازم الاعلان ده، ملوش اي لازمه يعني. انا اسف يا فندم بس ده بحكم المهنه يعني. ممكن اعرف بقى مين في حضراتكم اللي عمل اجراءات السحب لاخوها؟ انا حضرتك. انا عايزك بقى تركز معايا واحده واحده كده وتحاول تفتكر. عايزك تفتكر رد فعله كان ايه؟ يعني اتفاجئ؟ حس ان الرقم كبير؟ قليل؟ مش زي ما كان متوقع؟ يعني سالك عن شهادات ودايع؟ لا طبعا، هو كان جاي محدد هدفه، ده حتى كتب في طلب السحب رقم موجود في الحساب بالظبط. طالما يا فندم كان عارفه ده بيدي تاكيد لمصداقيه التوكيل، لان استحاله يكون حد عارفه غيره. ده مجرد استنتاج مش اكتر يا فندم. لا والله، هو حضرتك بقى ممكن تكمل طباعه الورق اللي انا طلبته منك وتسيبني انا استنتج واشوف شغلي. ايوه يا فندم.
صباح الخير سعادتك. هو في بس مفاجأة غريبة شويتين. طيب خلص انت واطلع على المكتب وانا جايلك بعد ساعة. بقول لك ايه، لو ظهر اي جديد في حياة النيابة هتبلغني على طول طبعا. ها طيب هما ابتدوا الاول بالامريكاني ولا بالشريف؟ طب كويس اوي، ماشي، يلا سلام.